أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. دائما البداية من الحمل حتى الحوت. اليوم الحمل راح يحاول أنه تنضم لك أعمال وربما تراقب أرقام أو حسابات، وربما تتكلل هذه العملية بتضاعف أرقام أو حظوظ، وعليك الانسحاب من قضية كنت تعتقد أنه هي ناجحة لكن التفكير هو سيد الموقف. طبعا العاطفة راح تكون جريء في طرح الموضوعات، الدفاع طبعا عن حقك، وإن كان الشريك طبعا جدا حريص على المشوار أو المشاورة في بياناتكم، وتحاول أنه تحذر من الانفعالات فيما يخص الصحة وتصرفاتك الخاطئة مع الآخرين طبعا بسبب وضعك النفسي أو العصبي اللي يسبب لك مشاكل صحية أنت في غنى عنها. طبعا مولود الثور اليوم راح تعزز قدراتك وتجد حلول لمشكلاتك العالقة وتبدأ علاقات جديدة. ربما أمس وقبل أمس كان الفلك يعدك باتصالات مهمة تتعلق بسفر أو ربما بتنقل محدد، لكن اليوم الفلك أيضا يؤكد لك هذه الفقرة، حول أنه تحزم أمورك إذا كنت عازم على السفر أو بدء مشوار جميل. العاطفة جو من الشكوك مع الحبيب راح تكون عاقل، قد تصاب بخيبة أمل على أثرها، ربما تصرف أو تحاول أنه تتصرف بكن عصبية غير مسبوق من طرفك. الصحة راح تخفف من الأعمال غير المجدية، وتحاول أنه تدع أصحابها يقومون بها، وراح تستريح قليلا حتى تشوف أو هناك استراحة مقاتل مثل ما يقولون بعض الأمثال. الجوزاء يجعلك هذا اليوم أكثر تكثيف مع الأجواء، ربما تحاول أن تبدل الظروف اللي ربما تحيط بيك وربما تفرض عليك نمط جديد من التصرف. طبعا العاطفة يوم رومانسي يسهل عليك الأمور ويجعل المناخ العاطفي دافئ، ربما تكسب جاذبية كبيرة وتسمع كلام الحب والغرام، وأنت موعود بفترة من الحب الجميلة هذه الفترة إلى نهاية منتصف الواحد. طبعا الصحة راح تحاول أنه تذهب عن توعكات غير مؤلمة وما تتطور بشكل سلبي بدون استدعاء الانتباه، لكنها راح تكون خطيرة بعض الشيء، حاول أنه تنتبه لها. أيها المولود، إلى مولود السرطان سريعا، يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح اللي حققته في آخر مشاريعك، راح تحاول أنه تبتعد عمن كنت على علاقة صداقة مع هذه العلاقة كانت جدا جيدة وربما مرحب بها، لكن أنا أعتقد أنه تخفف الوتيرة شوية من حيث الثقة لأنها ما تجدي. طبعا العاطفة راح تشتد حدة النقاش بينك وبين طبعا الشريك، ثم تحاولون أنه تجدون مخرج من الأوضاع اللي ربما تمرون بها، وسريعا يعود الحب والوئام إلى طبيعة الصحة. معدتك الحساسة ربما توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام الحار، أو ربما تخفف من نوعية المأكولات اللي بديت تأكل بعد منتصف الليل. مولود الأسد، طبعا الأسد يسلط الضوء على أمور مهنية، أمس كانت تواجه بعض التحديات والعرقلات، لكن إذا حاولنا أن نتحدث عن الرصانة أن ترصين بما به الكفاية. من عاطفة تمضي أوقات طيبة مع الشريك اللي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وربما تستدعيان معا إلى تحقيق حلم راودكم منذ زمن ومدة طويلة، ولكنك تأخرت بالإجابة لهذا المولود. والصحة راح تحاول تساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء اللي ربما ترهق أعصابك وصحتك، وتحاول أن تتركك شوية في منعزل عن بعض التصرفات، أو ربما هناك مفترق طرق للخيار. العذراء، تركز اليوم على الشؤون المهنية اللي ربما تصادف بعض التحديات، لكنك بذكائك الحاد تتغلب على كل من يعترض طريقك أو أفكارك، ربما تحاول أن تسقط في هاوية محددة لكن القدر ينشلك من هذا الموضوع وتعود مثل ما كنت. العاطفة تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقاتك بالشريك، ربما يناسبك مع طموحاتك وتكون أنت جداً سعيد بهذه الفترة، على الرغم من أنه هناك ربما تجربة قاسية خرجت من عندها بزهو وانتصار. الصحة تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، وينعكس إيجابا عليك وعلى المحيط بك. أما مولود الميزان، ينصب الاهتمام على مشروع أخلاق فني ثقافي، ربما أمس كان الفلك يعلم عليك هذه التفاصيل، وربما تقدم عرض راح يبرز كفاءاتك ومواهبك وأنت في الصدارة من جميع التفاصيل. طبعا العاطفة راح تخوض مغامرة من نوع مختلف إذا كنت أعزب، وقد تتحول إحدى الصداقات إلى علاقة أكثر حميمية. أما الصحة راح تحاول أن تعرض أحد أفراد الأسرة إلى ربما موقف محرج، والآخر ربما يمر بوعكة صحية يصيبك شوية قلق ووهن وتتماسك قليلا ثم تعود الحياة إلى مجاريها. طبعا العقرب، أيها العقرب، أنت تحقق تقدم ملحوظ إلى أنه عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل، وانتبه إلى هذه الفترة لي
أنها فترة ذهبية من نهاية السنة. طبعا العاطفة ربما يحاول أنه يمكن أنه توقعك وعواطفك تحاول أنه تسقطك في مشكلة، حاول أنه تعتمد على فطرتك في توجيه إحساسك نحو الآخرين. طبعا الصحة تنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب من عندك خوفا وحرصا على صحتك اللي ربما بدأت تتراجع قليلا. طبعا مولود القوس راح تحاول أنه تعتمد على نفسك، وما تحاول أنه تبين أمام الزملاء أنك فاقد الثقة بمكانتك، لأنه هذا اليوم راح يكون يوم مميز لك في انعطافة جميلة تكون في صالحك. أما العاطفة لا تدع ضغوط العمل تؤثر في علاقتك بالحبيب، هو ربما هناك راح يتحين أكو فرصة راح تكون تعبر عن هدوءك وعن مدى حبك إلى، وتكون فترة ربما فاصلة بين مسألة وداع العلاقة أو ربما استقبالها بشكل أوضح. الصحة أنت أقوى من أنه تحاول أن تضعف أمام شهيتك وربما تغريك المأكولات المضرة، قاوم وحاول أن تصمد لأنك أنت بطل وربما تكون صاحب قوام ممشوقة وجميلة. الجدي ربما تشويش في الأجواء رح يؤدي إلى الابتعاد عن محيطك أو الحصول على جفاء من الزملاء والمسؤولين. بعد العاطفة حين تشعر بأنه تغيير في تصرفات الشريك لا تتردد في طرح الأسئلة للتوضيح الأمور حتى ما تتفاقم المشكلة وتكون مطالب بتفسير. طبعا الصحة أنت تميل إلى كثرة العمل وإهمال صحتك، أنت اليوم تحاول أنه ترتكب خطأ كبير في هذا الشأن، حاول أنه تكون أكثر عقلانية وأكثر انتباه للقادم. طبعا مولود الدلو كن مستعدا لتجديد، وهذا التجديد ربما راح تفقد الصبر لكنه التجديد حاصل وواصل، وتبحث عن المشكلات اللي ربما راح تكون ثمن وربما تتخلص من أدها وتنسى الأيام اللي كنت تعتقد أنه قصص رومانسية قديمة، حاول أنه تتخلص من أدها لأنك في المجال الصحيح، وربما تعيد بعض الأمور إلى الواجهة لكن تخلص سرعا من هذه النوازل. طبعا العاطفة ينضم فينوس إلى كوكب ستارون في برج الجدي، ما يشير طبعا إلى فترة عاطفية بناءة وداعمة تمتد حتى اليوم الأخير من السنة. طبعا الصحة راح تحاول أن تفكر في مستقبلك الصحي والحالة اللي ساح تصبح عليها في حال إذا أنت أهملت طبعا الاهتمام بنفسك، وما في أحسن من النفس والصحة. وأخيرا مولود الحوت قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها سريعا، وربما أنه يجب أن تمسك العصا من الوسط وتحاول أنه تسترعي انتباهك وربما تحضر نفسيتك العاطفة. راح يحاول أنه هناك يمكن ثقة للحبيب، تشعر باستقرار ويحبك حب صادق. طبعا الصحة لا تميل أنه تتذمر في إلحاح المقربين منك، وتحاول أن تطلب من عندهم القيام بما يلزم لتخفيف وزنك. حاول أنه تكون بعيد عن المأكولات اللي بدأت تفرط بها أيها المولود، إذا كانت من جنس الأنثى أو الذكر أيها الأنثى اتركي الأكل بنهامة لأنك وديتي أنه تكونين حوتة من جد، وهذا الموضوع راح يأثر على شكلك وربما حتى على أعمال أنت تترقبيها. أما الحوت نقول له الحوت فترة ذهبية وجميلة، ربما تودع حبيب كان مفصل حياتك في حياتك لأنك أنت السبب في كل تصرفاته أو تصرفاتك الرعناء اللي تحاول أنه تثيرها وتترك في حالة من الملل وربما القرارات الغير صحيحة. مشاهدينا كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح، أنتقل وإياكم إلى القسم الآخر من فقرتي الصباحية، اتصالاتكم ومشاركاتكم، ومعي أول اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. ألو، صباح العافية. صباح النور. يا هلا ومرحبا، من وياي؟ غصون من الرمادي. غفران؟ غصون من الرمادي. غصون من الرمادي. يا اهلا بيك يا غصون، شلونك؟ تمام الحمد لله. انت شلون؟ دول قلبك يا عمري، انت شلون؟ هم اهالي الرمادي؟ تمام الحمد لله بوجودكم في دول وجهك الغاليه. انت غصون متصلتنا انت مسبقا؟ نعم متصله مسبقا علينا لو اول مره. لا هاي اول نوبه، صار لي 3 يوم ادق اليوم. اويلي اليوم احنا سعيدين بيش. لا غفران شكرا حياتي حبيبه قلبي، ان شاء الله ما تكون الاخيره وتكونين دائما صديقه البرنامج وتنضمين الى الجروب النسوي الحلو اليوميه نسمع اخبار الصباح ان شاء الله. حبايب اي غصونة ممكن اسالك عن برج الاسد؟ انا مواليده 2/3 اوكي الرابع. اوكي غصون غصون غصون، اولا لازم تحفظين اسمي ترى ازعل عليك. نعم أنا ميس. ميس هلا حياتي. قليباتي غصون. أي مولود أنتي؟ أنا مولود برج الأسد.
انت مولود الاسد، ايش قد الشهر التاريخ بس حتى اضبط وياي؟ 2003 شهر اي الثامن يوم 4 2003 شهر الثامن 3 يوم بي 4 4 يوم 4. تمام، نعم. مولودة الاسد راح تكونين وجه أريد أعرف الثاني. كل شيء عن حياتي. الاسد راح يكون الطالع هو الشمس الساعة طبقة ناري. عملية الساعة هيك بالعشرة بالتسعة ونص اكيد مولودة. اكيد اي اكيد. 10 مساء. لا صباحا. صباحا، تمام. اوكي تمام، اوكي ماشي. غصون، غصون، انت اذا كنتي نعم متابعتنا اكيد تعرفين احنا نحكي لاكثر من نعم وجه، تابعتكم. نحكي لاكثر من وجه نعم ونحاول انه نلقى الصفات. فاتمنى من عندك اذا تحاولين ان تستفادين من وجودك ويانا تسالين عن شيء محدد، لانه كل شيء هذا شوي راح يكون بصعوبه لان هي خارطه فلكيه نعم وتحتاج وقت من عندنا يا حبايب. اوكي نعم يلا غصون، شنو راح تسالينه؟ نعم وياك غصون. نعم شنو راح تسألين يا حبايب؟ أريد أسألك عن كل شيء. اي مو حياتي العاطفية. اسمعيني غصون، عن نعم. كل شيء صعبة عليك شوية أو صعبة علينا، لأنه هاي خارطة فلكية. خارطة فلكية نعم. تاخذ وقت وإحنا عندنا متصلين لسه كثار على الهاتف، يعني أي نعم. الخطوط. يلا حاولي أن تختارين فد قضية تهمش، كان تكون الصحة، تكون عن النصيب، تكون العاطفة. عن العاطفة. نعم. عن العاطفة. أوكي. 2003 يلا غصون. انا راح احكي عن ثلاث وجوه، تمام؟ نعم. واذا كان نعم. هذا المولود او هذا الوجه او الشكل يناسبك راح تقولوا نعم. لي ايه حتى نوقف يمها، تمام؟ نعم. يلا غصون، اللي واضح معايا تحت المتوسط من الطول انت؟ نعم. شويه مليانه الجسم، حنطيه البشره. اي صح. تمام؟ صح. تمام. اكو شامه على خدك صاحبه خدود عاليه؟ اي. تمام؟ اي نعم. تمام؟ تمام. يلا معي غصون. نعم. يعني متاحه لكل شيء احكي؟ اوكي ما في اشكالات، ما عندك خطوط، ما نوقف يمشي يعني؟ شنو؟ عادي احكي كل شيء انا على الجو، تمام؟ اي احكي عادي. عادي مو؟ اي عادي. يلا شوفي، هذا المولود ابو قديله وشعر سارح، او هذا الشخص اللي انت شويه زعلانه منه ما اخذه من خاطرك، بعدك وياي غصون؟ غصون مع الاسف غصون، كنت اتمنى انه تبقين معايا لان اكو هواية حكي حلو، اتمنى انه تعودين الاتصال مره ثانيه. تمام يلا الاتصال هاتفي اخر. الو 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 الو. صباح الخير. صباح الخير. صباح العافيه. ممكن نتشارك؟ اي اكيد ممكن يا حبيبتي، منو معايا؟ اسمي نازار. ايش اسمك؟ اسمي نازار. نازا؟ ايه. انا من مواليد يعني ايه 80. مواليد 80، 1980؟ نازار نازار. نازار؟ ايه نازار. نارزار، اوكي؟ ايه. ايه. انا من مواليد 80. ايه. برج السرطان. السرطان؟ ايه. 80 اصلا. سرطان. ايش قد الشهر بالضبط حتى نضبطه لك؟ والله اني ما اعرف يعني شهر السابع، بس اني ما اعرف يعني مثلا ايش قد بالشهر، بس لا عرفت الساعه من 12 الى 1. لا لا بقى اسمعيني نانزار، انت السرطان شلون عرفتي؟ هو شهر السابع تمام؟ بشهر السابع. ايش قد بالسابع؟ والله اني ما اعرف ايش قد بش، بس اعرف يعني بس الساعه. شوفي مو مره مولود السرطان اكو العشريه الاولى اللي ايه؟ يتوقف لحد يوم 22، من بعد 22 من 23 الى 21 راح يكون مولود الاسد. فربما ربما انت تعبرين بالعشريه الثانيه وربما ما تكوني السرطان، فانا كلش اتمنى انه اعرف اعرف يعني اعرف اليوم حتى يعني نقدر نحسب لك اياها. فيعني انا كلش اسفه يعني مشاهدينا الكرام، يعني اكو كثير من الاخوان الاخوات اللي يتصلون وما يعرفون هم بالعشريه الاولى او بالعشريه الثانيه، وطبعا هذا هو ما يعتقد هي نازار تقول اني ما اعرف بس شهر السابع، لكن شهر السابع يبدا من العشريه الاولى وينتهي بالعشريه الثانيه، الثانيه راح تكون على المولود اللي بعده، يعني ممكن يكون على المولود الاسد مثلا على العشريه الثانيه.
فأتمنى من عندكم حبايبي أنه تعرفون الشهر بالضبط إيش قد، لأنه هذا بيه تداعيات وممكن أنه إحنا نعبر على المولود الآخر وما نعرف هاي الصفات. كثير من الناس اللي يعني يظهر معانا وينطينا تاريخ وبالنتيجة يكون هو بالعشرية الثانية بالمولود الثاني وليس المولود اللي هو يقصده، فلذلك أنا أتمنى أنه تعرفون التاريخ المضبوط وتعرفوا لي حتى ساعة الولادة، لأن جدا مهم هذه التفاصيل، ولا حد يقول لي هذا مو إلي وهذا مو شلون وكذا، لأنه إذا مو مضبوطة هذه التفاصيل ما أقدر أسوي لكم أي شيء وما أقدر أساعدكم، للعذر يعني كلش يعني أقدم اعتذاري من عندكم، طالما أنه ما عندك ساعة محددة وما عندك ما ضابط ميلادك وبرجك بالنتيجة أنه ما راح نوصل لشيء، لكن مع ذلك إحنا أحيانا نستعين بعلم الحروف وأحيانا أنه نسوي الحساب حتى نطلع البرج الحقيقي وعلى حسابنا إحنا نبدي، فطالما هي ما أعطتنا وإحنا ما حسبنا فما نقدر أنه نقول هي مولودة السرطان أو هي مولودة الأسد. تمام، يلا مع اتصال هاتفي آخر. ألو 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 ست مي، صباحو يا حلو، من وياي؟ فاطمة من بغداد. فطوم شلونك، شخبارك؟ زين الحمد لله، اخبارك؟ في دول وجهك الغاليه. انا بخير اذا انت بخير. ايوه احنا هم بخير بوجودك وياني. بعد قلبي فطوم، في دول وجهك شلونك؟ زين الحمد لله. يا عيوني انت، وين فاطمه؟ شو ماكم سجلتك غياب تراني؟ ادق وما حصل. ادق وما حصل، هذا ايش قد مقطع اغنيه حلو يصير، ادق وما حصل. بس والله يعني خطوطنا هوايه، بس شنو فاطمه؟ هو كثره الاتصالات وما شاء الله يعني لود علينا تشوفين، فلذلك انه شويه مدى تصيب وياك، لكن اليوم احنا سعيدين نسمع صوتك. اي والله انا هم سعيده اليوم حصلتك. فداوي انت بناتي، يلا شو نسولف؟ على الوالده. اي مو قلت لك عندها انسداد ورادت تسوي عمليه؟ اي قلت لها ما تصير بيوم الاربعاء، ظلت تاجل ولحد الان هي ما مسويه. ليش؟ مو خلاص انه قلنا ناجل وعلى يوم زين يكون؟ ماكو، هو بس يداوم يوم الاربعاء. اوف. الدكتور اللي يسوي لها عمليه بس بيوم الاربعاء، فلهذا اجلته لحد الان ما مسويه. هذا غير حظ. وهي نهار كله متخربطه وهاي. فاطمه يعني اولا اني ما اريد اكون مسؤوله عن صحتها، لانه بالنتيجه هي صحتها خطيه. لكن خليني اقول لك، اقسم بذات الله يعني يوم الاربعاء ما يصلح للعمليات. يعني يجوز تفتح فتشي وتفتح عمليه وبعدين الامور تتضاعف معاها وبعدين تكون بهالطريقه هاي. زين ايه اقول لك شنو تسوين؟ ايه باي. يعني هو لدرك اليوم والابتعاد من شر هذا اليوم المشؤوم اللي هو الله سبحانه وتعالى في يوم الاربعاء نزل ادم وغضب على ادم ونزل من الجنه الى الارض. تخيلي يوم الاربعاء كان النبي ابراهيم قد أحرق في النار لكن الله انتشله، المسيح عليه السلام أصلب يوم الأربعاء، كثير كثير من الوقائع اللي صارت كلها يوم الأربعاء، حروب عالمية ما أريد أذكرها كانت بدايتها يوم الأربعاء. يعني يوم الأربعاء يا حبيبتي أنا مو على مسؤوليتي أقول لك روحي سوي، لكن بهذا الموضوع ربما إذا كانت حالتها جدا حرجة ومتعبة حتى أنا ما أكون في خطية المسكينة ويكون سبب في تعب مشاكلها النفسية أو المرضية، ممكن انه يكون تدفعون صدقه، وان كانت الصدقه ما يخالف بسيطه، بنيه قضاء الحاجه لوجه الله تعالى. يعني احنا شلون نقول احنا جبنا دجاجه ونذبحها لوجه الله، نجيب لنا فد ضحيه ونذبحها لوجه الله، ندفع صدقه لاحد لوجه الله تعالى حتى انه لانه هو لابد من عند هذا الموضوع. فاذا كانوا لابد من الموضوع خلص انه صعبه وهي كلش محتاجه لهذا التدخل، انا اتمنى من عندكم تكون صدقه، وصدقه تكون للجار فقط، الجار او اليتيم يعني بالدرجه أي. الاولى تمام. اي تمام. بعدها ان شاء الله راح يكون تكون تتوكل على الله وخلص. بعد شو بدنا نسوي؟ الله سبحانه وتعالى هو بس. انا بس حبيت انه اخليكم بالصوره لانه لا سمح الله لو صار هذا الموضوع، يعني احنا من واجبنا نقول لكم انه يوم الاربعاء ما يصلح للعمليات، هو يوم الثلاثاء يكون افضل. زين ما عندك علاج لها؟ انت مو قلت لي موجود يعني عندي. اسمعيني، احنا اني عندي علاج لها، ولكن انا شنو اقول من باب انه احنا لازم نخلي مسؤوليتنا كاشخاص انه هي باديه علاجات وماخذه من الطبيب موعد، وهذا هو الموضوع. او مثل ما قلت لك اكو قضيه هي باديه معاها ومنتهيه في عقد، انا دا اشوف اكو عقد، في عقد عندها، عقد مسدوده شيء من هالقبيل. اي عندها انسداد بشرايين القلب. كلامي تمام؟ اي وهذه مو عقده، هذه باي مو عقده يعني ولا انسداد، هذه عقده كانه شريان معقود، شافت لك شريان ينشد؟
اتمنى اني يعني واتمنى انه تكون صوره اشاعيه حتى اثبتك صحه كلامي من هذا الموضوع. بمعنى بمعنى نحن مو اطباء، هذا يحتاج تدخل جراحي. لو كنتي من البدايه متصله بي قبل هذا الموضوع ربما كنا نتنبأ لهذه الحاله، نقول لك شنو راح تسوين، نمنع هذا الموضوع. لكن كتدخل هي محتاجه تدخل لفتح هذه العقده او رفعها. بعدها بعدها انا حقول لك شنو الامور اللي يسويها، لانه في الطوالع معاها لسه في 6 عقد معاها، ربما تتكرر هذه الحاله وتعود معاها، حتى احنا نمنع بس القضايا اللي راح تكون وياها. فانا اي حبيبتي، بس هي والله يعني هي شويه قلبها زين الحمد لله وشويه احسن من قبل، بس هي قاعده تتخربط يعني حبيبتي. طبيعي 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 تتخربط وتختنق، لانه هذه العقد من طوالع كانت مأثره على هذا المولود، حصلت لها هاي الحاله. وانا ما انصح انه تبقى قاعده بهالقضيه هاي، وممكن اعطيها اعمال اسوي لها اشياء راح تكون جدا مرتاحه، ولكن راح نخلي النار تحت الرماد، يعني باي لحظه ممكن انه ينقلب عليها ويؤذي صحتها، وهذا الشيء مو تمام طبعا. احنا ما نريد يعني نخدع احد، اقدر اخليها بعد سنتين هي ما بيها شيء، تشوفيها مثل الورد وحتى تقوم وكل شيء ما بيها، لكن هذا خطر على القلب يا حبيبتي، ممكن يتوقف في اي لحظه. حبيبتي اتوكلوا على الله، روحوا للطبيب واخذوا الموعد، وقبل هذا بنيه الصدقه لوجه الله تعالى للجار او اليتيم، وان شاء الله يا رب خير وبركه. ورا ما تكملها تتصلين بي حتى اقول لك شنو الاجراء اللي راح تسويه للحفاظ على النتيجه ومنع الاشياء اللي راح يعني تكون معاه، لانه ربما لا سمح الله في طالع اكثر من مراجعه، اي يعود الى عقد اخرى ربما تسبب معاها، لانه معاها املاح، معاها اشياء، معاها ربما يعني للتجلطات، حتى ممكن انه نسيطر على هذا الموضوع، اقول لك انه تبتعد عنها وما تتكرر الحاله معاها. اي تمام. زين على مود الوالد، الوالد اي الطيتينه بنفسج والخل اي 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 صار زين، انا اقول لك والله متاكده صار زين، او شويه خف تقريبا 50% انه هذا الموضوع 50% انه يرفع الالام، يرفع طبعا اني من تقول لي هاي الامور اعرفها انه هي للصداعات وغيرها من الامور. تمام فطومه، عاود الاتصال بينا حتى نعرف الوالد وين وصلت قضيته ونكمل ما تبقى من القضيه اللي تنفعه. يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو السلام عليكم. صباح العافيه. صباح النور حياتي. يا اهلا وسهلا حبيبتي. أنا غصون توني دقيت عليك من الرمان انقطع الخط. إي غصون حبيبتي يا حي الله، حي الله حياتي. أريد أعرف أكو رجوع بين زوجي الأقرب والأسد. يعني كلامي قبل شوية كان صح؟ ما سمعت زين، انقطع الخط. يلا اسمعيني العد. أوكي. أبو قليلة وشعر سارح. ما يستاهلش. ما يستاهلش. ما عندي لا هي شخص. مو أنت. ولا حياتي. مو أنت. مو أنت. للاشخاص اللي دي يسالون عنهم، او ربما هاي هذول الاشخاص راح يدخلون في حياتهم هيك ناس ربما تبدي نعم. معهم علاقات فاشله او ربما يكونون ضحيه لهذه القضيه. عموما خلينا نتوقف يوم هذه الحاله وراح نبدا عن سؤالك. ماشي حبيبتي غصون؟ نعم. اي عن شنو تساليني بالضبط؟ عن الرجوع بين برج العقرب والاسد. Yeah. العقرب مولود 18 شهر 10 28 28 10 العقرب مواليد 92 اي وعلى 8/10 اي 8/10/8 8/10 شهر الثامن يوم 10 شهر الثامن يوم 10 94 94 الاسد. تمام. اكو رجوع بيناتهم مواليد 94 خلاص وعي. تعرفين من منو سبب القضيه بهذا بهاي السالفه كلها؟ الاسد. لا. الاسد الاسد شبيه. الاسد كان شوفي صفات الاسد صعبه متزوجين وبيناتهم هم محاكم، اريد اعرف طلاق رجوع. سمعيني سمعيني شوفي مولود الاسد كانت اخلاقه جدا ايجابيه وكان هادئ. نعم. ومتزن تمام. نعم. وكانت حاله عشق وموده ومحبه في بين دول الاثنين. نعم. وفجأة انقلب هذا المولود وأصبح نعم. شخص مسيطر، يعني هو يتحكم بهواية من القضايا وهذه الأمور. وطبعا إذا نرجع للفلك راح نلقى أنه العقرب والأسد حالة متوترة، علاقة متوترة. بعد شوية أفران وأني اللي كنت تقصد أبو قديلة وشعر سارح اللي سألتيني عليه هو هذا المولود اللي ما وافى مع هذه المولودة، لأنه صدق ما يستاهل هذا المولود، لأنه
ينكر الجميل، على الرغم من انه مولود العقرب شخص جدا ودود وقوي ويحاول انه يكون بعلاقه مستديمه مع هذا المولود، لكن العلاقه منذ الازل وللتوقع لهذا البرج هي علاقه متوتره وربما ما تكون سليمه 100%، رغم الحب والعشق والوئام اللي بيناتهم، ورغم انه العقربه هي من المواليد اللي تحافظ جدا وحريصه جدا على بناء العش الزوجي، او هي جدا مغرمه بهذا الشخص، لكن هناك شيء كانه تعتقد هو خفي خرب او نهى هذه العلاقه سريعه دون ذكر اسباب محدده. اذا تساليني تقولين اكو رجعه او لا، اقول لك اي نعم اكو رجعه، وهذه الرجعه مشروطه، ولكن قد تكون نص بشهر الثاني هنالك نوازل إيجابية ممكن أن نصيب العقرب وتكون الأمور إيجابية فيما بيناتهم. نعم، مع اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح العافية، مية هلا. شلونك؟ يا قليباتي، أنت من وياي؟ أم حسين. أم حسين شلونك الغالية؟ في الدول قلبك عيوني أنت. وين أخبارك أم حسين؟ ماكو ما تحصل لا ما حسونيش دعوة، ترى كيف بدالات عندنا شنو هاي؟ والله ماكو يعني داري اللي حصلت هاي اليوم، احنا كلش من المحظوظين دنيا واخره. بعد قلبه انت تدوى لوجهك حبيبه الغاليه، يعني تطول عمرك. انا شاكره والله محبتك وتواصلكم الكبير وياي، يعني والله العظيم يعني ما تشعرين حجم السعاده اللي انا بيه من اسمع هالمشاعر النبيله الطيبه من جميع متابعينا وحريصين على التواصل ويانا. رحم الله والديك حبيبي. انا ابشرك، هذه فتره خابرتش انا من ابني. اي. وبكير ان شاء الله ينجح، والحمد لله نجح. يا الله. أيه. زين وين الاخ المخرج حيطلع لنا هلا هالشيء؟ يعني لازم انه احنا من نشاركك الفرحه. اي شنو سالتيني؟ اي قبل فتره خابرتك انا وبكيري، هو ما عنده شيء ماده واحده صحيحه، هو طلع بماده واحده. ايه؟ دور ثاني وامتحن الحمد لله ونجح. يلا شايف خير ومستاهل. بس اريد رحم الله والديك الخير للجميع يا ربي. اريد اقدم لي على الكليه، محتاره هو شويه عنده رغبه بالانجليزي. ايه؟ بس اقدم لي على الانجليزي واقدم لي اداره واقتصاد. يلا بسرعه انطيني المولود. انا كلش فرحت ام حسين، راح ابكي من الفرحه. رحم الله والديك. يلا حسين. يلا ام حسوني شنو اسمه؟ 19 حسين. 19/12 راح يكون حسب الحساب الخاص اللي عندي من مواليد برج القوس. الطالع بالنسبه للقوس المشتري ما شاء الله تبارك الرحمن والطبع ناري. اسمعيني ام حسين، هذا الولد اتوقع له مستقبل جدا جميل. يعني تعرفين اللي يكون مولود يكون الطالع بالنسبه الى طالع السعاده، طالع المشتري، تعرفين ايش قد يكون مسعود الحال ومحمود الامور بالدنيا. فما شاء الله المشتري هو بيت المال، بيت الثراء، بيت السعاده، بيت المحبه. هذا المولود ما يتعب في حياته كثير للألم، وتجي الامور على طبق من ذهب، يعني يسعى بس السعي يكون قليل وتكون الامور جدا ايجابيه. كون هذا الطالع للمشتري، المشتري بيت السعاده، بيت المال، بيت الحظ. فلذلك هذا المولود ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني نتمنى يا رب كل طوالعنا هيش تكون ايجابيه. تمام ام حسين، انت تريدين الانجليش؟ اي لو تريدين، عنده رغبه. اي لو تريدين الاداره، بس اقول الاداره احسن. اسمعيني، راح يكون الحساب حسين زائد يساوي الأفضل هو الأول، ما اختار نحو الإنجليزي. الأفضل يعني حسب الحساب بالنسبة للطالع اللي من حواليه وبالنسبة للطالع اللي معاه، راح يكون الأولى اختياره هو الأصح وهو الأفضل، من حيث ما يناسب من الأرقام والحروف اللي بدت واضحة وياي عن الحظ والنصيب اللي وياه. الأولى هي الأفضل إله، وبها حظوظ وبها نقلات أفضل. يعني للعلم هذا المولود ربما يكون محاضر أو مدرس في هذه المادة، إذا الله أعطانا يا ربي عمر وتتذكرين، وأنت يمكن جربتين وشفتي. يعني إحنا إن شاء الله من حصلك متواصلين، وين نروح؟ إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أم حسين. زين أم حسوني، قبل لا يعني نختم ويا حسين، خليني أسألك، أنت ليش تعبانة؟ مالك خلق؟
والله اسم الله عليك، بعد تدري الواحد ما في ظروف اشكال المرض، يعني الحياه ما في اللي وياك في منطقه الصدر، اكو شيء معاش في منطقه الصدر. صحيح رحم الله والديك. تمام صحيح. تمام صحيح. زين ايش بيش قبل يومين تفركين بديتش؟ والله صارت شغله خسه على هذا ابني ثاني، ارد اسالك اياه انا رحم الله والديك. كلامي تمام ام حسين؟ اي صحيح صحيح. انت سالتيني عن هذا الشيء؟ لا رحم الله والديك، شو ارد اسالك عليه قبل يومين. صحيح صارت شغله وتعبتني كلش تعبتني. هذا الثاني. هاي الهبطه خليني اقول لك حكايه، هاي الهبطه ترى تاخذ من حياتك من عمرك. صحيح الاولاد، صحيح اولادنا اكبادنا، صحيح احنا هي الوالده بعد يقولون قلب والده، بس يا ام حسين انا انت اتمنى ان تنتبهين لصحتك وعافيتك، لانه يعني والله انا ما اقول هي هو ذكاء، مو اقول انه انسان يكون ذكي ويكون دائما ويا يعني ويا الاوضاع يعني لازم انه ما ينقهر، لا ماكو هيك شيء، احنا دم ولحم بالنتيجه. بعد ما تقدرين انت بعد الموقف يجي قدامك بالضبط. بس احنا شنو نقول ام حسين؟ نقول العافيه ماكو احسن من عندها. لا وانت لا سامح الله، انت عندك علم الحزن والهبطه والقهر شنو تولد؟ تولد تعطيب الفؤاد، يعني فؤادك يعطب، من يعطب مثل اخوات الاخت اللي قبل شويه كانت معاها عقده بالشريان، يعني للاورده للدم يعني هو بشر. شو يصير؟ انا اتفق وياك ماكو واحد ما يقدر ينقهر، ولكن انه الصلاه على محمد، التسميه بالرحمن، ما اقدر اقول لك تكونين، ما اقدر اقول لك كوني هاد او لا كان الموضوع يمك، لا لا كلش اسفه ما اقصد هيك، بس اكون اقول بدايه الامور انه استحضار الروح والصلاه على محمد والهدوء والتفكير. الصحه يا ام حسين والله ما تعوض، صدقيني من تاكلي لك حرقه وتلفي لك قهر، وانت لا بعيد ترى لا بز لا ب لا خلفه راح تنفع ولا زوج راح صحيح هم بمشاعرهم وياك، بس ما راح يقدرون يسوون لك شيء بالنتيجه هاي، عافيتك وانت محور البيت. فانا اللي اتمنى من عندك، شوفي هي القضيه قضية احنا بالعامية نسميها مزعطة، يعني كلامي تمام تتفهمين؟ اي صحيح كان هو صغير ورحمة الله والديك، هو صغير مو كبير يسموها مزعطة. انا قبل فترة هم حاضرتك عليه، بس هو شوية الله يحفظه يعني ما يقبل يدرك، يعني اريد ارجع للدراسة ما يقبل يدرك، يعني كلش غلط ما اعرف شنو. مو احنا الطوالع اللي نحكي عنها، طوالع نتحدث عنها مرة، شوفي هسه عين ما شاء الله هذا حسوني طالع عن مشتري احسن الطوالع وشوفين عنده توفيق، ومره انت شوفي هي هاي الثقافه اللي نتمنى كل الامهات والاهالي انه يعرفوها عن ابنائهم. صحيح احنا نتمنى انه كل اولادنا يدرسون ويوصلون، بس هو الاول والاخير الاب والام راح يتعبون على اساس انه يريدوه يوصل وهو ما عنده استعداد للدراسه، اغلبهم يروحون معاهد يروحون اكاديميين يكونون اصحاب حرف، فانت لا تتعبين نفسك، انت بالنتيجه دا تشيلين حالك. إذا شفتيه ما عنده استعداد للدراسة ممكن إنه تشوفيه لفت حرفة معينة، ممكن تشوفيه لفت معهد معين، وبعدين إي هو أنا عندي استعداد أدخله معهد ثاني على الأقل مثلا يخلص مرحلة متوسطة يعني تمام. حتى كلامش تمام على عيني وراسي، إذا عكت الأمور حيل وياك حافظي على هدوئك مثل ما اتفقنا، أهم شيء أعصابك، وتحاولين إنه تشوفين ميول هذا الولد هذا الشخص شنو يريد بالضبط، اذا ما كان هنا ينفع فاكيد اكو فد حرفه محدده، ربما يكون فد مسلح يعني قوي ايده ذهب احسن من الدراسه. انا ما قاعد اشجع انه يطلع من الدراسه، خليه في الدراسه وحاولي انه تفرغي له مجال اخر يحبه هو بلكت انه يبدع به. فبالنتيجه هي هاي الام، شوفي هي هاي قلب الام، ماكو شيء يعني ما ترتاحين الا ما سبحانه وتعالى بعد هو يشاء لهذا الموضوع، ونشوف الامور وين توصل على احسن حال ان شاء الله. ام حسين الصحه والسلامه لك يا قلبي. الله يا قلبي انت باعي باعي ام حسين. لا ام حسين اذا بعدك وياي على الجو راح اقول لك شيء لهذا الولد. ليش؟ راح يعني نحاول انه نساعدك بقضيه، بس لا تنسيني تشوفي لفت حرفه اخرى، راح اعطيك بعض التفاصيل اللي تنفع الطلاب. طبعا للاسف انا يعني هوايه دا اشوف او دا اشوف الاشخاص اللي دا يتصلون بنا فقط على حالات محدده انحصرت، ولكن ما شفت امهات ولا شفت طلبه. ما ادري صلوات على محمد انتم هيك اذكياء وما محتاجين هاي القضيه، لو ماكو احد دا يدرس ما اعرف اي دوت نو. لحم حسين انطيت شغله مو اني انطيت شغله، نعلمك الفلك شنو اللي يخدم، بعض الارقام والحروف اللي نربطها مع اسم هذا الشخص
تكون يحب المواد ويقبل عليها ويكون عنده رغبة للدراسة والفهم، لكن هي شوية مطولة وشوية بها التفاصيل. إذا كنت فعلا حريصة على مستقبله وتشوفيه وانت جربتينا وشفتي مصداقيتنا معك، حاولي أنه تتصلين علي حتى إن شاء الله نرتب هذه الأمور. الحمد لله أنا يعني تذكرت هاي باللحظات الأخيرة، لأنه صراحة اللود ولسه أكو اتصالات مفتوحة معنا ومعايا اتصال هاتفي آخر. ألو ألو، صباح الخير يما، هلا بهالطير. يمكن أنا هذا الصوت أعرفه. تعرفين كل زياد فاتورة راح أضيف فاتورة. وينك حبايب؟ حبايبي انت يعني اسعد وحده، لاني بهذا الاسبوع مرتين محصلتك. مو لا 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 لا، راح تحقق. وين الرقم القياسي؟ زين حصلتك الخميس واليوم. ايه؟ اليوم انا اليوم يعني ام داعيت لي. ام عبد الله؟ مو ام عبد الله؟ اي حبيبي ام عبد الله. لا ام عبد الله، شوفي هاي عينك، هاي عينك قطع الخط. رجع ام عبد الله، انتظرك. يلا نوبات الواحد يحسد نفسه، يفرح بشيء وما يصدق الا هب وطار. شوفوا ابو عبد الله، يلا عبد الاتصال انتظرك. اني طبعا ابو عبد الله غلاتي والكل متابعينا والكل الحبايب اللي يتابعونا الصبح ما شاء الله عليها. ام عبد الله يعني تخيلوا خطيه، يعني ام عبد الله مخصصه فاتوره بس للبرنامج الصباحي حتى انه تقدر تفتح الخط وتعيف الفاتوره مفتوحه متى ما ضبط الخط وياها وحولناها معايا على الجو مباشره يلا ترتاح. تحياتنا لام عبد الله وتحياتنا لكل الحبايب وكل صديقات البرنامج وكل متابعينا اللي يحبونه بهالطريقه الكبيره. وما اعرف، ما عندي اي تعبير عن هذا الموقف اللي اقدر اقوله بحقكم من صدق، بس اقدر انه اقول لكم يا كلش احبكم واموت عليكم. صباحي ما يكمل الا وياكم، صدقوني متعتي انه اكون هنا واكون معاكم وتكونوا راضين علينا. يعني وكلش افرح لما يتصلون بي ويقولوا لي والله بدت البشائر معانا والحمد لله احنا باحسن حال. وهسه ام حسين اتصلت وقالت والله بشرتينا واني ترى ابني نجاح. وقبلها عدد الاخوات اللي اتصلت بينا وهمنا قضيه خاصه ما اريد اسولف بيها، الحمد لله ضبطوا اياها الحال فتشي. فوالله ما صادفتني ولا حاله تاخير او فشل، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وانا دائما اقول له يا ربي اجعلنا سبب سعاده الناس وقبولهم علينا، ويا ربي رضاك ثم رضاهم ثم انه تيسير الحال. بعد ما ادري خلص الكلام اللي عندي هو هوايه بس ماكو شيء يعبر يعني عنكم وعن محبتكم وياي. تمام، روح لاتصال هاتفي آخر. ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو خطين مفتوح وياي. السلام عليكم. صباحا صباحا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا مرحبا. ممكن أشارك بالبرنامج؟ والله ممكن، أنت مجرد ما سمعنا صوتك خلاص صرت مشارك. أشكرك رحم الله والدك أختي. يخليك يطول عمرك، أنا معايا. يعني شلون أبدأ أقول لك أنا ما عندي حظ بكل شيء. أف ليش هيك؟ يعني بس خليني أشرف باسم حضرتك، منو معايا؟ أبو حميد. أبو حميد من ديالة. أبو حميد؟ من ديالة. أبو حميد من ديالة. أبو حميد؟ أي عين أختي أسمعك. عيوني أنت. ليش ما عندك حظ ابو حميد؟ كل شيء ما عندي حظ، شنو المشكله ما اعرف. والله نسوي لك حظ، يجرى لك. الله يسلمك. الله يسلمك. كل شيء ما عندي حظ. يعني انا اولا اذا ما عندك حظ خلينا نشوف الطوالع من حواليك، نسال تاريخ الميلاد ايش هو؟ اي شهر انت؟ خلينا نشوف شنو القضيه، ليش ايش كده تعاني؟ 95 شهر التاسع. 95؟ شهر التاسع. التاسع ايش قد بيه؟ 28. أكيد؟ نعم. مولود الميزان. مولود الميزان، طالعك الزهرة. وطبعك هوائي. إيش هي ساعة نعم. الولادة؟ ها؟ ساعة الولادة إيش هي؟ والله ما أعرف. طيب، أستاذ حميد، أبو حميد، تعرف أنت احنا نعتمد على ساعة الولادة جدا مهمة، فإذا ما كان معك ساعة الولادة ربما إذا تحدثنا عن صفاتك شوي يمكن يروح للأول والثاني الوجه، لكن ممكن أن نحصل على صفاتك. راح أرتجي إلى الاسم، اسم حضرتك إيش هو؟ مظهر حميد رشيد. مظهر، أستاذ مظهر. أوكي. مظهر زائد الميزان زائد الزهرة ويساوي. إن شاء الله تساعديني؟ يلا. أساعدك. عيني أستاذ مظهر. نعم. أولا المشتري والزهرة.
الطوالع الانسان اذا كانت من المشتري والزهره تكون من احسن الحظوظ عنده. بمعنى نعم شلون تقول انا ما عندي حظ وانت طالعك الزهره؟ نعم طالع الزهره من احسن الطوالع مع المشتري، انسان يكون جدا محظوظ لو كانت الطوالع معاه بهالطريقه هاي، هاي خسرانين من عندها. تعال خلينا نسولف عن صفاتك حتى نعرف الصفات اللي تناسبك، من بعدها حتى احدد شنو المشكله اللي صايره وياك وتعرفتك بهالقضيه هاي. بكل مشكلة ما عندي حظ وين صار ثالث مرة الزوج وطلقك. يعني ليش تحكيهن أنت؟ وأنا راح أسولف لك. يلا عيني أستاذ مظهر. الصفات يعني. راح أحكي عن صفاتك. راح أحكي عن صفاتك. تمام؟ شلون ما تسمعك؟ راح راح أحكي عن صفاتك. يلا. إذا هذه صفاتك حتعرف شنو هي المشكلة اللي وياك. ها مظهر. نعم نعم مظهر صفاتك انت فوق المتوسط من الطول؟ شلون؟ انت فوق المتوسط من الطول؟ نعم نعم صحيح صحيح طويل تمام؟ صحيح حنطي اسمراني؟ صحيح بالضبط صاحب عظمه بوجهك طالع وجهك نحيف؟ صحيح صحيح؟ نعم نعم وعيونك نعم. شويه غايره نازله تحت عيونك نعم صحيح وعندك صحيح. شعرك كلش خفيف من الامام والله صحيح تسويه مثلث دائما قصتك مثلثة من الأمام والله صحيح وأكو لتبة كان تكون تحت قلبك أو ورا ظهرك نعم صحيح والله كلامي صحيح؟ نعم صحيح والله أكو جرح لو بإصبع إيدك لو برجلك متعور من فترة والله صحيح بالله العظيم صحيح أحلف يمين قدام الكاميرا هذا كلامي صحيح والله العظيم صحيح اقسم بذات الله صحيح رجلي اليسرى مرمى كلامي دقيق الان؟ ها عيني كلامي دقيق؟ والله صحيح ودقيق عبالك عايشه وياي زين منو عبالك عايشه معانا منو ماخذ منك بوقه؟ رايحت لك بوقه ضيعه شيء شلون؟ ضايع منك شيء تعتقد انه مسروق؟ نعم صحيح كلامي صحيح؟ والله صحيح حكي تذهب بالله العظيم ابالك عايشه معايا واللي ماكل وياك عده تلقاهن اختي والحل شلون؟ اني انت تسولف لي اني دحكي صدق؟ ها؟ اني دحكي صدق؟ لا نعم نعم اقسم بذات الله ابالك عايشه معايا يلا والله العظيم صحيح هسه اني اقول لك ايش راح اسوي؟ يعني الطالع بالطوالع بالنسبه لي المواليد بالنسبة لهذه المواليد يعني من الله سبحانه وتعالى نزل الفلك مع النجوم والكواكب كان في طالعك ثلاث نساء نعم الرابعة راح تكون سيدة بيتك قصيرة صاحبة عيون وسيعة كبار سوداء هاي من أحسن زوجاتك راح تكون على عينها رزق أو راح يكون معاها شيء من أهلها ربما تكون ورث أو مال أو دكان أو محل أو أي شيء من هالأرزاق راح تكون مسعود الحال بعد سنه ونص من الان تسمعني؟ نعم عيني اسمعك زين حالتي الماديه شويه يعني ماديه يعني الماديه يعني وسط يعني شلون حالتي الماديه بعدين تتغير شلون؟ بعدين اسمعني للعلم في طالعك حجه بيت الله الحرام ايضا مع الارزاق اللي راح تصير وياك النوازل يعني. والفلك راح يتغير معاك ان شاء الله نهاية هي مو نهاية في منتصف شهر الواحد على سنة جديدة اسمعني ايش وقت تعاود الاتصال بي حتى انطيك حزام شيء للمال لتيسير الامور لاستحسان الحال ايش وقت تعاود الاتصال بي ان شاء الله عيوني بس الله يرحم والديك خلينا مع اتصال وياك يعني هو انت على البرنامج راح تحصلني غير البرنامج الشهر نعم. يعني بعدين يعني من البرنامج ممكن اخذ الرقم شو شلون لا. بعدين اتصال وياك شوف استاذ مظهر انا عيوني لكم واتمنى بس صراحه ما يعني مو ما اقدر اني انطي تليفوني او كذا لانه احنا كل وقتنا مو تليفونك مو تليفونك العفو اختي لا تفهميني غلط مو تليفونك لا اقصد شلون اساعدك؟ المساعده عن طريق البرنامج راح تتصل بي حاول تتصل وتحصلني انا راح اسجل حالتك معايا هنا حتى انتظر نوازل ايجابيه لمولودك لبرجك
ونعمل لك علم الحروف والأرقام والأوفاق اللي تناسبك، تكون إن شاء الله ميسور الحال مثل ما عدلنا حال كثير من الناس. راح نحاول أنه نعدل حالك ويانا، وراح تشكر من عندنا، وكل شيء مريض منك بس الدعاء إن شاء الله. والله أشكركم وجزيل الشكر، ويعني ما تتجادلون لا في الدول عينك أستاذ مظهر. كل شيء يعني أبالك عايشة وياي يعني أنا ما كنت بفرح، ما كنت أتوقع أي شيء. لا والله ما كنت أتوقع. لعد ليش خابرت إذا ما كنت تتوقع؟ ها؟ ليش خابرت إذا ما كنت تتوقع؟ والله كنت يعني أقول هاي يعني ما لها مصداقية، بس هسه ثبتت إنه أكو مصداقية 100%. زين، وراح أقول لك على بعض شيء بشارة يخصك أيضا. نعم. اسمعني. نعم. يعني هو 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 مو يعني بقى هو مو شيء لل يعني شلون أنا أوصفها هاي الحالة. بس يلا خلي عاود الاتصال بيه الوقت، لأن الأخ المخرج جاي يأشر يقول بعد أكو خطوط مفتوحة اثنين، وإحنا حتى أنت ما تزعل وغيرك ما يزعل ويانا ما نقدر نجوز على وقت الآخرين. عاود الاتصال. برنامج أختي هذا البرنامج يومية تسووه لو شلون؟ يومية أنا موجودة وياك على الصباحي، بنبدي من 11 لحد 12. إي والله أختي أنا وياك إن شاء الله مشترك بهالبرنامج. يا حي الله ومية هلا بيك أخ مظهر، تنورنا بأي ساعة. بارك الله بك عيوني. حياك الله، وإن شاء الله تشكرنا على تيسير الحال وأمورك اللي راح تتحسن إن شاء الله معانا. إن شاء الله، الله يسمع من حلقك إن شاء الله. يطول عمرك. الله يبارك فيك، إن شاء الله وياك شاعرين. يطول عمرك، حافظك الله، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، مرحبا. نعم. ما أدري، هو إحنا هذا آخر اتصال كان معانا لأني وقتي صراحة ما يسع، وأيد أعتذر من كل يعني اللي تابعونا وما قدروا يحصلونا بالخصوص. إلام عبد الله الغاليه اللي حرمات اعتقد بعدها تدق وده تتواصل. ام عبد الله طلبينا بركه باكر الحظ يكون سعيد معك. وقبل انه اختم، لكل المتابعين ولكل التعليقات، هسه انتم شفتوا هذا الاخ مظهر يعني حاله حال اي متصلين، هل كنت اني معاه متفقه او شيء؟ كيف شفتوا شلون كان فرحان وكان انه يعني كان مراهن انه احنا لا ما عندنا مصداقيه او هيك، خلي يجرب حظه. وتابعتوا بعينكم بعد ما اريد اقول يعني هو الحديث يثبت كل صحه كلامنا وياكم. اذا مشاهدينا الكرام راح تنتظروني ان شاء الله بتوقعات السنه الجديده للابراج اللي ان شاء الله يا ربي راح تحمل في طياتها كلام جدا جميل لابراج عانت كثيره، لابراج طبعا انا قبل يومين يمكن كانت في مداخلات مع زملائي جوز سربت تشمح شايه وهوايه بالتعليقات دي يطلبون انه يا ريت تكملين التفاصيل، لكن خلاص ما في ان شاء الله. بعد قريبا راح نكون بتفاصيل جدا مهمه عن كل الابراج وعن كل ما يحدث ان شاء الله. ودعنا سنه كانت ربما شويه صعبه بكل تفاصيلها، نستقبل ان شاء الله يا ربي سنه وعام سعيد عاد عليكم بالخير والمسرات وعلى كل من يتابعنا. فقرتي الصباحيه انتهت مشاهدينا الكرام، راح ينضمون معكم الزملاء في الاستوديو حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحيه، وانا راح اقول لكم باي باي.